لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مع تتمة الدرس الثامن من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة الرابعة، إذن عنوان ديال الدرس الأعداد الكسرية جوج الجمع والطرح. إذن كنا قد أنجزنا في الفيديو السابق تمارين صفحة 40، الآن سوف نحاول أن ننجز تمارين صفحة 41. إذن وبالضبط مع النشاط أتمرن. إذن ألاحظ الشبكة التربيعية وأكتب العدد الكسري للجزء الأخضر والعدد الكسري للجزء الأحمر ومجموع العددين الكسري. إذن كما كنلاحظوا في هذه الشبكة التربيعية، أول حاجة خصنا نشوفوا إذن كم مقسمة إلى كم من جزء. إذن غادي نحسبوا هذه الشبكة التربيعية كلها. إذن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. إذن هذه الشبكة التربيعية مقسمة إلى 25 مربعا، إذن مقسمة إلى 25 مربعا، إذن في المقام خصنا نديرو 25. إذن العدد الكسري للجزء الأخضر، إذن غادي نحسبوا شحال عندي من 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 مربع في الجزء الأخضر. إذا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، إذا لدينا 12 جزءا 12 مربعا ملونا بالأخضر من أصل كم من جزء؟ من أصل 25. إذا العدد الكسري هو 12، إذا عندي 12 مربع أخضر من أصل 25 في هذه الشبكة التربيعية، إذا 12 على 25. بالنسبة للجزء الأحمر، إذا الشبكة مقسمة إلى 25 تربيعة، إذا شحال عندي ديال التربيعات ملونة باللون الأحمر؟ إذا عندي 1 2 3 4 5 6 7، إذا 7 على 25. إذا العدد الكسري للجزء الأحمر هو 7 على 25، أي 27 تربيعة، إذا أي 7 تربيعات ملونة بالأحمر من أصل 25 تربيعة. إذا مجموع العددين الكسريين، إذا عندي ندير 12 على 25 زائد 7 على 25، إذا المقام الموحد هو عندي 25، وغادي نجمع البسط الأول زائد البسط الثاني، إذا 12 زائد 7 تساوي 19. إذا مجموع العددين الكسريين للجزء الملون بالأخضر والأحمر هو 19 على 25، ولا بغينا نحسبهم غادي نلقاو 12 ملون بالاخضر وزدنا عليها 7 ملونه بالاحمر. اذا بالنسبه للتمرين 3 ولاحظوا شبكة تربيعية وأكمل. إذا هذه الشبكة التربيعية إذا مقسمة إلى كم من تربيعات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا بغض النظر على اللون، إذا كنحسبوا عدد التربيعات المشكلة من في هذه الشبكة التربيعية. إذا عندي 12 تربيعة، إذا المقام غادي يكون عندي في المقام 12. إذا باللون الأصفر شحال عندي ديال التربيعات؟ 1 2 3 4، إذا 4 على 12 والعدد الكسري للجزء الأصفر، وعندي المجموع ديال هاد اللونين هادو عندي هو 10 على 12. إذا بقى لي الجزء الأزرق، إذا الجزء الأزرق شحال العدد الكسري للجزء الأزرق؟ إذا عندي قلنا 12 هو عدد ديال التربيعات، وشحال ديال التربيعات ملونة بالجزء الأزرق؟ عندي 1 2 3 4 5 6، إذا غادي نكتب 6 على 12. إذا المقام الموحد هو 12، وغادي نجمعوا البسط الأول زائد البسط الثاني، إذا 4 زائد 6 تساوي 10. إذا هنايا غادي نديرو على الطرح، إذا المقام الموحد هو 12 غادي نحتفظ به هنايا، وغادي ندير البسط الأول ناقص البسط الثاني، إذا 10 ناقص 4 تساوي 8، إذا 8 على 12. إذا بالنسبة للتمرين 4 أنجز ما يلي. إذا حنا كنعرفوا في الليفش كيكون عندي عددين كسريين جمع أو طرح عددين كسريين لهما نفس المقام، كنحتفظ بالمقام الموحد اللي هو نفس المقام كنحتفظ به، كنديرو هنايا وكنجمع البسط الأول زائد البسط الثاني، أو كنطرح البسط الأول من البسط الثاني. إذا المقام الموحد عندي هنايا هو 5، إذا غادي نجمع البسط الأول زائد البسط الثاني، إذا 1 زائد 3 تساوي 4، إذا 1 على 5 زائد 3 على 5 تساوي 4 على 5. نفس الشيء هنايا، إذا المقام الموحد عندي هو 100 غادي نحتفظ به هنايا، وغادي ندير البسط الأول زائد البسط الثاني، إذا 15 زائد 35 تساوي 50، إذا 15 على 100 زائد 35 على 100 تساوي 50 على 100، وهذه نقدر نختزلها، ولكن ماشي هو هنايا الهدف ديالنا هنايا أننا غير نحسبوا مجموع عددين كسريين أو فرق عددين كسريين لهما نفس المقام. بالنسبة للعملية الثالثة، إذا 4 على 5 ناقص 3 على 5، إذا المقام الموحد هو عندي هو 5 غادي نحتفظ به هنا، ندير البسط الأول ناقص البسط الثاني، إذا 4 ناقص 3 تساوي 1 على 5، إذا 4 على 5 ناقص 3 على 5 تساوي 1 على 5. نفس الشيء هنا، إذا المقام الموحد هو 10 نحتفظ به هنايا، وندير البسط الأول ناقص البسط الثاني، إذا 15 ناقص 7 تساوي 8، إذا 15 على 10 ناقص 7 على 10 تساوي 8 على 10.
كذلك هنا عندي المقام 1 هو 8، إذا غادي نجمع البسط الأول زائد البسط الثاني، إذا 7 5 زائد 7 تساوي 12 على 8. إذا المقام عندي 1 هو 9، ونجمع البسط الأول زائد البسط الثاني، إذا 7 زائد 2 9، إذا 9 على 9 شحال قلنا كتساوي هي 1. إذا شي كيكون عندي البسط كيساوي المقام، فهاد العدد الكسري هذا كيساوي لي 1. نفس الشيء هنايا، اذا المقام 1 هو 100، غادي نشد البسط الاول وننقص منه البسط الثاني، اذا 80 ناقص 75 تساوي 5 على 100. نفس الشيء هنايا، اذا المقام 1 هو 100، و105 ناقص 5 تساوي 100، و100 على 100 اذا البسط يساوي المقام، اذا فهاد العدد الكسري هذا كيساوي لي 1. إذا بالنسبة للتمرين 5، العددين الكسريين 1 على 2 و 1 على 3 لهما مقامان مختلفان. إذا العدد الكسري الأول عندي المقام ديالو هو 2، والعدد الكسري الثاني المقام ديالو هو 3. إذا خاصني باش نجمع ما بيناتهم أو ندير الجمع أو الطرح، خاصني ضروري نوحد المقام. إذا لنوحد المقام شنو كنديرو؟ كناخدو العدد الكسري هذا، مثلا هذا العدد الكسري 1 على 3، وغادي نضربوه في مقام العدد الكسري الثاني. إذا عندي 1 على 3 كتساوي لي 1 على 3، ونضربه في المقام ديال العدد الكسري الثاني، إذا هو 2. إذا ضربت البسط في 2 وضربت المقام في 2، كناخذ عاوتاني العدد الكسري الأول هو هذا 1 على 2، ونضربه في المقام ديال العدد الكسري الآخر، إذا 1 على 2، إذا المقام ديال العدد الكسري الآخر هو 3، إذا 1 في 3 و2 على 3 و2 في 3، ثم أحسب المجموع، إذا 1 على 2 زائد 1 على 3، إذا 1 على 2 شحال عطاتنا؟ هي 3 على 6، و1 على 2 1 على 3 شنو عطاتنا؟ هي هي 2 على 6، إذا هنايا واه، إذا 1 على 2 قلنا هي 3 على 6، إذا هنا اللي خصني ندير 3 باش نحتفظ غير بالترتيب اللي عطاني. إذا هو عندي صحيح، ولكن غير باش نحتفظ على الترتيب اللي عطاوني. إذا 1 على 2 هي 3 على 6، و 1 على 3 هي 2 على 6. إذا هنايا غادي نكتب، إذا هما غادي تعطيني عملية صحيحة غير باش نحتفظ على، حيت في الطرح ما يمكنليش نبدل ما بيناتهم. في الجمع يقدر نبدل ما بين الطرفين، ولكن في الطرح ما يمكنليش. إذا 3، إذا المقام الموحد هو 6، إذا 3 زائد 2 شحال هي؟ 3 زائد 2 هي 5، إذا 1 على 2 زائد 1 على 3 تساوي 5 على 6. بالنسبة للتمرين 6، العددين الكسريين 2 على 3 و 1 على 4 لهما مقامان مختلف. كما درنا في التمرين 5 نفس الشيء غادي نديرو في التمرين 6، إذا غادي نوحد المقامين. إذا قلنا كناخدو العدد الكسري هذا 1 على 4 ونضربو في المقام ديال العدد الكسري الآخر، إذا 1 على 4 كتساوي لي 1 على 4، وغادي نضربو في المقام ديال العدد الكسري الآخر اللي هو 3. إذا أنا ضربت هذا في 3، 3 كما ضربت البسط ضربت المقام. وناخذ العدد الكسري الاخر اللي هو 2 على 3 ونضربه في المقام ديال العدد الكسري الاخر، اذا المقام ديال العدد الكسري الاخر هو 4، يعني ضربت 4 هنا وضربت 4 هنا. اذا فاش ما ضربت البسط خصني نضرب المقام فاش نبغي نوحد المقامات، ثم احسب الفرق. اذا 1 على 4 عطاتني هي 3 على 12، و2 على 3 عطاتني 8 على 12. اذا 2 على 3 شنو كتعطيني؟ هي 8 على 12 حسبناها هنايا، وناقص 1 على 4 شحال هي؟ هي 3 على 12. اذا هنا وحدت المقام اللي هو المقام الموحد هو 12، اذا غادي نحتفظ به هنايا، وغادي ندير البسط الاول ناقص البسط الثاني. اذا 8 ناقص 3 شحال كتساوي لي؟ هي 5 على 12. اذا 2 على 3 ناقص 1 على 4 شحال كتساوي لي؟ هي 5 على 12. اذا الى هنا نكون قد انتهينا من تمارين الصفحه 41، الى اللقاء في الفيديو القادم مع تمارين الصفحه 42. واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه ما مفهوماش يخليها لي في التعليقات. شكرا.